ولكم أعمالكم. لا نتدخل في اختصاصاتكم وليس لكم أن تتدخلوا في اختصاصاتنا. ولكن المسألة ممنهجة. قبل الحكم وأنتم شهود أمام الله وأمام التاريخ بدأت المناوشات بتقديم عدة مشروعات لقانون السلطة القضائية كلها تدم وتدل بجلاء على التربص وعدم الحيدة وأن القضاء ينبغي أن يؤكل ويحلوا بدمه بعدين. ومن هنا أقول بملء صوتي لا تعديل لقانون السلطة القضائية في ظل هذا المجلس. جزء كبير من القضاء فاسد 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 فاسد، ينبغي أن يطهر القضاء منه. والله يا عم النتائج إن إحنا مش هدفنا إثارة أي بلبلة، كل هدفنا هو أن يكون القضاء المصري بعيدا عن أي مهاترات موجودة في الشارع، بالإضافة لأن إحنا نفصل يبقى في فصل بين السلطات، المجلس التشريعي يبقى عارف دوره لأن إحنا عارفين دورنا كويس وما بنصرش إلا لما بتوصل بين الدرجة إلى منتهاها. مسؤوليتي التي لا تعرف السب ولا التجريح بقول على مسؤولية كل القضاة، بدأت المواجهة ولن تنتهي إلا بعد أن يرد كيد المعتدي إلى نحره وتعود الأمور تجري في أعنتها ويعود الحق إلى نصابه. أولا الاتهامات اتهامات باطلة وتصدر ممن لا يعرفون ولا يفهمون، وأنا بعتقد إن في قوة أنا ما أعرفهاش قاصدة هدم الدولة وأركان الدولة، وفي المقام الأول القوات المسلحة والداخلية والقضاء، وأنا بأطمئنك إن أحدا لن يستطيع أن ينال من مصر إن شاء الله. السلطة القضائية سلطة محترمة، سلطة في قلب الشعب وفؤاده، سلطة عريقة، سلطة لا تعتدي على أحد، تعرف ما لها وما عليها. إن كان الدستور يقول غير ذلك فافعلوا ما يقوله الدستور.